بكم في هذه الحلقة من هنا بيروت التي سنبحث بها كامل الملفات، ملفات الساعة، بدءا من التطورات على الحدود اللبنانية والملف الأمني، من موضوع أيضا أحداث خلدي، وصولا إلى الملف القضائي بعد ذكرى سنوية لانفجار المرفأ والتحقيقات في انفجار المرفأ، ووصولا إلى الملف الحكومي، وهل سيقدم اعتذاره الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ليكون المكلف الآخر الذي يعتذر بعد الرئيس سعد الحريري. في هذه الحلقة نستقبل المحلل السياسي أستاذ علي حجازي، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وبالمشاهدين. ملفات كتير واسعة، بدنا نجرب قد ما فينا اليوم نحكي عنها كلها، والأهم اللي صار منذ يومين ملف الحدود اللبنانية. امبارح سماحة السيد كان جدا واضح أنه ما جرى هو ينذر بالخطر، يعني نحن لولا يمكن وعي الأطراف المعنية وحسر ما جرى من تداعيات هذا الموضوع، يمكن كان صار الموضوع بمحل آخر وصار في تداعيات على الساحة الداخلية. هل نحن أمام خطر فعلي برأيك؟ هل نحن بعدنا أمام هذا الخطر؟ هلا خلينا نقسم المشهد اللي صار لجزئين، الجزء الأول له علاقة بالعدو الإسرائيلي، والجزء الآخر له علاقة بالموضوع اللي حصل في بلدة شوية. على المستوى الإسرائيلي واضح جدا أن الرسالة المطلوب أن تصل قد وصلت، واليوم الكثير من الصحافة الإسرائيلية والغربية قالت لي وزير الدفاع الجديد أنه الحكي مش مثل الفعل، وبالتالي الاعتقاد أنه من السهل التعرض للبنان ورفع هيدي العناوين الفضفاضة اللي فيها تهديد ووعيد ترجمته على الأرض صعبة. واضح جدا أنه الرهان على أنه حزب الله قد يكون نتيجة الظروف الداخلية اللبنانية منشغل أو غير مكترس أو غير مستعد سقطت. هلأ بالموضوع الإسرائيلي ما في، يفترض أن لا يكون هناك نقاش، علما أنه المواقف والبيانات والتعليقات التي صدرت باليومين الماضيين تدفعنا إلى سؤال مركزي وأساسي، هل لا يزال كل اللبنانيين يقتنعون أن إسرائيل عدو؟ وهون القانون لا يسمح بوجهات نظر، لأن وجهة النظر واحدة وهي أن إسرائيل عدو يغتصب أرضنا، وما في إمكانية لا للاجتهاد ولا لإبداء الرأي بالموضوع. الإسرائيلي خالف القواعد اللي كان معمول بها من 2006 حتى اليوم، خرج طيرانه نفذ غارات، كان لابد من الرد، وشرح السيد نصر الله أن تأخير الرد في هكذا موضوع يفتح المجال أمام الإسرائيلي لتكرار واستسهال إخراج طائراته وقصف أراضي لبنانية. كان لابد من الرد، والرد حصل ضمن قواعد اشتباك ثابتة واضحة، بتقصف منطقة مأهولة بقصف منطقة مأهولة، بتقصف منطقة مفتوحة بقصف منطقة مفتوحة. نعم. وحصل اللي حصل، وشفنا انه يعني لا احد يريد الانجرار الى حرب مفتوحة، لانه الظروف كلياتها سوا لا تؤمن اجواء حرب. هذا بالشق اللي له علاقة بالاسرائيلي يلي اخر شيء مقاومة مشرعة في لبنان ببيانات مجلس وزراء تواجه عدو الدستور اللبناني صنفه عدو. هلأ بيجي واحد بيقول لك مش شغلة المقاومة ومدري شو، خي بس تصير الدولة قادرة تبقى تعا خبرنا. السيادة اللبنانية تنتهك فيه كل يوم مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وهناك طائرات إسرائيلية تخرج من الأجواء اللبنانية لتقصف أراضي عربية سورية، وما شفنا الدولة لا مدفعية أطلقت قذيفة. اللهم إذا معتبرين أنتوا والله السيادة بسمني وسيادة بزيت. طيب هون أستاذ علي، يعني قبل ما نحكي عن مواقف الخصوم، خصوم حزب الله، كمان كان لافت مواقف بعض حلفاء حزب الله، تحديدا مثلا بعطي مثلا نائب زياد أسود، لما صار هذا الرد قال لن يحصل شيء، غنينا موال ومشي الحال.
هذا الموقف كيف بتقدروا انكم كمان تقروه، وخصوصا انه على حلف متين وتفاهم صار له سنين، وحتى رئيس الجمهوريه ما كان موقفه جدا واضح، كان موقفه واضح باتجاه النازحين انه يتم الاهتمام باللي عم ينزحوا من مناطقهم باتجاه بيروت. الى مجلس الامن بتوزيعات من فخامه الرئيس اولا. هلا على موضوع مستوى النائب، يعني على مستوى موقف النائب زياد اسود، بعتقد انه التيار الوطني الحر هو المفترض ان يوضح هذا الموقف. مشكلتنا انه عم نقرب على الانتخابات، والمزاوده بالانتخابات بتصير بكل الملفات لانه بتجيب اصوات. على كل حال هذا الموضوع، انتم ما كنتوا بتنتظروا من رئيس الجمهوريه كلام يصب بمصلحه انه حق الرد من قبل لبنان وتحديدا من قبل المقاومه بغض النظر وحزب الله؟ بعتقد انه رئيس الجمهوريه هذا الموضوع عنده غير قابل لا للنقاش ولا للبحث، ولا يمكن ان يصدر عنه الا الموقف الايجابي الحاسم والواضح، لان بيانات الوزاريه لكل الحكومات المتعاقبه واضحه وصريحه. من حق المقاومه أن تدافع عن الأرض اللبنانية، والمقاومة كانت بموقع الدفاع وليست في موقع الهجوم. طبعا هذا الشيء بده نقاش آخر يبحث موضوع الدفاع ولا الهجوم. هناك اعتداء حصل على لبنان وهناك رد حصل. هذا موضوع لا بده اجتهادات. هلا المشكل بهذا البلد اليوم انه اذا واحد مرته ما طبخت له بيقول لها منعوك حزب الله. يعني المقاربه صارت كل شيء حزب الله، كل شيء حزب الله، حزب الله، حزب الله. هلا الخلط بالامور عم بيصير، يعني يوم ما حدا معجب بكل التركيبه وبشغله الداخلي وبالمحل اللي نحن وصلنا له، ولا حدا عنده الجراه عن ايجاد المبررات او الدفاع عن منظومه الحكم اللي موجوده بالبلد. بس بدنا نعمل عملية فصل بين اللعبة في الداخل وما بين الأمور المتعلقة بحدودنا، بسيادتنا، بكرامتنا الوطنية. لا، مش مقبول أنه تطلع إسرائيل تعمل غارتين وأنه والله يمرق الموضوع مرور الكرام. يعني وبالتالي أنا ما بعرف، في عندي سؤال، مش مستغرب أن يدان عمل المقاومة وأن لا يدان عمل العدو الإسرائيلي؟ مش مستغرب أنه البعض اللي فيقوهم من النوم قالوا لهم حزب الله ضرب الصواريخ، قوم عمل تغريدة، عمل تغريدة فيها إداني لعمل المقاومة. وقبل بيوم لما إسرائيل قصفت ما فكر يطلع إداني، علما أنه حدا كان رئيس حكومي وحدا كان شريك بحكومات وحدا عندهم تمثيل نيابي وحدا لبنانيين مثلنا مثلهم. يعني هذه الوقاحة يفترض أن تنتهي. طب مسألة العدو الإسرائيلي يا خيي نتفهم، نختلف على سوريا ونختلف على إيران ونختلف على السعودية ونختلف على اليمن ونختلف بالإقليم كلياته سوا، وهذا الأمر قابل للبحث وللنقاش، بس مش مسموح أن يكون هناك إمكانية حتى للاختلاف البسيط على موضوع العدو الإسرائيلي، والتاريخ بيسجل. طب اليوم بمجرد ما يطلع يقولوا تمسكهم بال 1701، ألا يعني هذا الموضوع بأنه ردع الطرفين من يعني الدخول بصراع؟ ليش هذا الموقف ما صدر بعد الغارات الإسرائيلية؟ ليش صدر بعد الرد اللي قامت فيه المقاومة؟ ليش ما صدر بعد الغارات الإسرائيلية؟ ومين اللي عم يخرق القرار 1701؟ ليش القرار 1701 بنص على السماح لإسرائيل بأن تعربد بسمانة ليلا نهارا؟ أكيد لا، بيسمح أكيد لإسرائيل أن تستخدم أجوائها لاستهداف دولة عربية شقيقة؟ كرمال هيك عم بقلك أنه ممكن هني عم يحسبوا أنه بيطال الطرفين. أنت عم تبرري لهم هني شيء ما عم برر. لا عم شوف أنا أنه قراءة بمواقفهم أسلم من نيتهم. هني لا، مش نيتهم هيك، هني شايفين الدنيا كلها يتسوى خرب حزب الله. هن شايفين انه الحرب بين كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه سببها حزب الله، لانه تجاره رابحه بتجيب مصاري السعوديه عم تدفع فيها وكل القوى الخارجيه. بس هول الاشخاص اللي عم بتلمح عليهم السعوديه، مش عم لمح، عم سميهم السعوديه تركتهم بهي المرحله. هلا في ناس مش تركتهم، وفي ناس عم بيقاتلوا لحتى ترجع تكمش لهم ايدهم. ما اليوم الاستثمار الرابح
أنا أعتقد أن هؤلاء، وهلأ مفوت بنقاش أربعة آب، بس لتمرق هيدي الفكرة، أن هؤلاء يتآمرون على ثورة الناس الحقيقية، ويتآمرون على أهالي الشهداء لما حولوا الثورة من ثورة على المنظومة لثورة على حزب الله باعتقادهم أنه بتجيب نتائجها، ولما حولوا الانفجار بمرفأ بيروت من انفجار متهم في المنظومة إلى محاولة تركيب التهمة لحزب الله. هذا المنطق في التعاطي أنا بدي أقول للي عم بيمولهم، إذا كنتم تعتقدون أن هذا الخطاب يولد تبدلا في المزاج الشعبي الشيعي أنتم واهمون، وهؤلاء عم تدفعوا لهم المصريات وحياتكم عم يسرقوهن ويبنوا منهن ثروات. هذا التصرف وهذا الخطاب وهذا الحقد يولد المزيد من التضامن الشعبي، لأنه الناس تستشعر أنه أوكي ثورة 17 تشرين على أساس على كل المنظومة، إجا حدا طبعا ثورة 17 تشرين ثورة محقة وفي عصب كبير فيها محق وصادق، بس أنا عم بحكي عن اللي ركبوا موجة الثورة. شوي هيدي الثورة صارت ثورة على حزب الله. طب بس ورجعنا انفجار أربعة آب كان على أساس في صف من المتهمين، فجأة اختفوا هؤلاء المتهمين وصار المتهم واحد، وصرنا منركب شهود زور. هذا المنطق بالتعاطي بالشأن العام منطق غير سليم، لا بل هو يا خي حتى إذا على افتراض أن حزب الله هو المسؤول عن انفجار أربعة آب، ساعة اللي أنت بتجيب شهود زور وبتركبهم بتكون عم بتساعده. صحيح. رح نرجع نحكي عن هذا الملف بالتفصيل، بس بما أنك أنت عم بتقول أنه صوبوا على حزب الله من وقت الثورة لما نرجعوا حولوا الثورة ضد حزب الله، ألم يساهم حزب الله بتحويل هذه الثورة ضده، وخصوصا أنه كان شريك أساسي بالحكم، كان طوال هذه السنوات هو عنصر أساسي ومكون أساسي بالحكومات، وبالتالي ما قدر طلع لبنان من حاجته للمجتمع الدولي والاتكال على ذاته وعلى نفسه؟ أنا رح جاوبك. أولا لا أحد يستطيع أن يعفي لا حزب الله ولا حركة أمل ولا وليد زبلاط ولا سعد الحريري ولا القوات اللبنانية ولا أي طرف ولا التيار الوطني الحر من المسؤولية. كل من تولى المسؤولية بهذا البلد من 92 أو من 91 من اتفاق الطائف حتى يومنا هذا شريك بإيصال البلد. هلأ في شيء شريك بالارتكاب، في شيء شريك بالإهمال، في شيء ارتكاب بالسرقة. حزب الله متهم بالتقصير، بس في ناس مش متهمة بالتقصير، في ناس متهمة انه جمعت مليارات، في ناس متهمة انه جابت متعهدي الدولة وسلمتهم المصرف والمطار والمرفأ والطرقات والانفاق، في ناس ركبت منظومة المصارف اللي هي سرقت اموال اللبنانيين ويلي حزب الله بعيد عنا كل البعد، ولكن هذا لا يعني أن حزب الله معفى من المسؤولية. لا بس كمان حزب الله متهم بالتغطية عن هؤلاء الفاسدين اللي في منهم حلفاء لحزب الله وفي منهم خصوم. صح، لحزب الله حلفاء وأصدقاء، وبعض الناس اللي كانوا أصدقاء وصاروا خصوم أو كانوا خصوم وصاروا أصدقاء شركاء في الفساد. لا إيران سرقت البلد ولا السعودية سرقت البلد، هذه المنظومة هي اللي سرقت البلد. بس أنت لحتى يكون عندك خطاب مقنع يفترض أن تحمل من المسؤوليات للجميع دون استثناء. طيب بلائحة الاتهام تبع انفجار أربعة آب اللائحة اللي راح افترض أن مقدسة، علما أنه لا قضاصي لها، المقدسة الوحيدة أنها هي الكتب السماوية، راح اعتبر هذه اللائحة مقدسة. في شيء مسؤول أو وزير من حزب الله؟ لا. في أصدقاء ولو كان في حدا من حزب الله، بس طيب ليش الحملة على حزب الله؟ لا بس لأنه ليش التهمة لحزب الله؟ أنا بقول لك ليش تركيب الشهود الزور لحزب الله؟ بس خليني أقول لك ليه، لأن يمكن تم عدم إعطاء الإذن للتحقيق مع اللي وقع باس إبراهيم، ويتهم حزب الله بأنه هو من منع هذا الموضوع. أولا اللي وقع باس إبراهيم ليس فقط صديق لحزب الله، هو صديق للكل. ثانيا رح استشهد بكلام اللواء السيد، مش رح استشهد بكلام اي احد اخر.
شو قال؟ شو هي مهمة الأمن العام؟ مراقبة حركة الدخول والخروج للأشخاص داخل المرفأ، صح أو لا؟ نعم. وليس مسؤولية الأمن العام متابعة موضوع البضائع المخزنة داخل المرفأ. نعم. ثانيا، في مراسلة مقدمها لواء عباس إبراهيم لصالح رئيس الجمهورية ميشيل سليمان. ليش لم يستدعى ميشيل سليمان؟ معقول اللي بلغ يستدعى، واللي وصلت له المراسلة وكان رئيس جمهورية لا يستدعى؟ أنا ما رح أقول القاضي بيطار، رح أقدم له أنا المبررات، بس هو خلي يتفضل يطلع يقنع الرأي العام لماذا لم يستدعى وزراء العدل يلي القضاء هو أكثر جهة كان فيها مراسلات يمينا وشمالا، صح ولا لا؟ ويلي خاطبها الضابط بأمن الدولة النداف وخاطب القضاء وقال له بشكل مباشر وواضح وصريح أن أيضا هناك ووزراء العدل خوطبوا، ليش لم يستدعى ولا وزير عدل؟ طيب حسان دياب رئيس الحكومة الحالي كان صلوا بالقصر من امبارح العصر، لماذا لم يستدعى الرئيس سعد الحريري يلي عمل رئيس حكومة بفترة طويلة وكانت النيترات موجودة بالمرفأ ونزل على المرفأ وتصور بالمرفأ؟ لماذا؟ طيب ما بعرفه لوزير الأشغال الحالي، بس وزير الأشغال الحالي لا يستدعى، وزير الأشغال السابق يستدعى، رئيس الحكومة الحالي يستدعى، ورئيس الحكومة السابق لا يستدعى. إذن القاضي قد يكون، رح امشي معه أنا، قد يكون الرئيس حسان دياب متورطا، قد يكون الوزراء الذين استدعوا متورطين. في يقول لي كمواطن، هلا بيجي واحد بيقول لك ما خصكم تسألوا القاضي، ما خصك انت يلي منعرفك منين بتقبض وليش عم تحكي والخلفية الحقد اللي انت عم تحكي فيها، وين بدك توظف الملف انك تمنعنا نبدي رأينا؟ في يقول لي شو هي القواعد التي استند عليها القاضي بيطار لعدم استدعاء من يفترض استدعاءهم من رؤساء حكومات سابقين ووزراء عدل؟ يا خي اوكي استدعيت هودي متهمين، شو اللي عرفك انه والله الرئيس الحريري لم يقصر وبالتالي ما استدعيته؟ مع احترامي وتقديري للرئيس الحريري انا عم بحكي مش باطار الاستهداف السياسي، والا انا اذا بدي احكي انا اتهم الحزب التقدم الاشتراكي وتيار المستقبل والقوات اللبنانيه بالمجيء بالنترات لصالح المسلحين بسوريا. منيح هيك؟ تفضلوا نفتح بازار وانا بعطيكي الف دليل. اولا المسلحين كانوا يستشرسون للوصول الى منفذ بحري بسوريا، وكان الهدف من الوصول الى الشمال والى طرابلس الحصول على منفذ بحري. ثانيا لم يثبت ولا مره انه حزب الله جابوا قطعه سلاح على مرفأ ببيروت ليوصلوها للدوله السوريه، صح او لا؟ بس ثبت بالدليل القاطع ان هناك سفن محمله بالسلاح جيء بها إلى مرفأ طرابلس خدمة لمين؟ للمسلحين، صح أو لا؟ لطف الله واحد ولطف الله اثنين. طيب بدك أنت تقدم اتهام، هلا الفتاش أنا بعرف مين، ما هني بيقولوا إنه الفتاش هو اللي كان المسبب للانفجار، الفتاش يمكن لقاء صيدة الجبل جيبوه، لأنه كل واحد بيلعب على قده. المهم انا عم خليك لحظه، لا 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 بس انا هون على الاتهام السياسي لحزب الله، بس كمان منطقيا هل تيار المستقبل والقوات اللبنانيه والحزب الاشتراكي قادرين يكونوا هالقد عم يشتغلوا بالقوة؟ عندك دليل على اتهام حزب الله ومن لحظة. الامن العام من دون علم الاجهزه؟ طيب وهالقد سهل على حزب الله انه يجيب نترات يحطهم بالمرفأ بوجود فرع المعلومات ومخبأ، انه كل اللي بيخدموا بالمرفأ بيجيبون على الليستة 8 اداء؟ لا ما هو ما في مدير عام المرفأ لمين؟ ما في بالمرفأ معلومات. مدير عام المرفأ لمين؟ بالسياسي مستقبل، صح او لا؟ ما بيعرف حسن قريطين؟ بيعرف او ما بيعرف؟ كل الضباط والامنيين، طب ما طلع عنا عماد كشلي بالمرفأ ليش ما قال لهم؟ ما طلع الزلمي. طيب سؤال، اذا اردت ان تأتي بدليلا لتقنع فيه الناس، ما بتكون المسرحية أفضل من المسرحية اللي قدمت بموضوع السائق اللي خبرنا أنه هو أخذ؟ وشوف أنت التفاهة، أنه لوين أخذتهم بعد ما سرح؟ قال له على الجنوب. شو القصد من كلمة الجنوب؟
جنوب يعني حزب الله. خي بدك تجيب دليل بتقلي لي انه القوات والم... بقول لك ما عندي دليل قاطع، بس بذات الوقت ساعة اللي بدهم يتعاملوا مع اتهام حزب الله على انه ثابت كمان انا بدي دليل قاطع، والا بنكون نحن عم نضيع حق الناس وشهداء المرفأ يلي هن حق مقدس لا تقف عنده لا حصاني ولا زعامي، لانه هذا ارتكاب يعني معيب. مش شو معيب، هذا زلزال. بس كمان انه يطلع سمير جعجع وصي على الحقيقه بانفجار المرفأ، حبيبي نحن ما بنقتمنك على ان الدجاج، بدنا نقتمنك على حقيقه المرفأ. شو لك علاقه انت حتى راكب هيدي الموجه؟ تراك اهالي شهداء المرفأ وبتطلع بشكل معيب بتقول ضربنا الزلمه لانه هو يعني طلع قومي. انه اذا قومي بتضربه. طب استاذ علي كمان الواحد بده يشوف من العين الثانيه كمان يلي هي الوزير جبران باسيل كمان موقفه بموضوع التحقيقات، كمان البعض ومن حلفائكم من يعني مصادر الثنائي الشيعي بيقولوا انه في شعبويه بمواقف الوزير جبران باسيل، بوقت انه يكون كمان لازم يكون واقف معكم وعدم الاستنسابيه. المسكن صار التعاطي مع الموضوع من منطلق مذهبي وطائفي، انه استثمار رابح انتخابيا من زاويه في مسيحيا، من زاوية أكثر المناطق اللي بيزاود أكثر مسيحية، يعني بناخذ أصوات الأشرفية والجميزة وهيدي المنطقة، بما أنه للأسف تركيبة بالبلد هيك أنه والله المنطقة اللي طلع فيها الانفجار بأغلبيتها الساحقة ناس مسيحيين، وبالتالي نحن ما بدنا نخسر أصوات هؤلاء. بس نحن مش معودين على حلفاء حزب الله يتعاملوا معه بهذه الطريقة كمان. هلا ما بعرف قديش التيار الوطني الحر بعده حليف لحزب الله. اوف، في تمايز بالمواقف، ما في مواقف متطابقة. بس ما يعني بتعرف قديه بعده حليف، في تمايز بس في ما في حلف بعد؟ في تفاهم، بلا أكيد في تفاهم، بس عم نشوف نحن بمحطات كثيرة في تباعد بالمواقف، يعني لما يقول التيار الوطني الحر بده يسمي نواف إسلام، لما يروح حزب الله يسمي نجيب ميقاتي، هذا تدليل على انه لما يقول ايضا يعني تدليل اخر لما يقول التيار الوطني الحر انه يقبل بالنائب فيصل كرامي رئيس الحكومه، ويرد عليه حزب الله انه نحن لا نقبل باي مرشح لرئاسه الحكومه اذا لم يكن يحظى بدعم الكتله الاسلاميه بشكل كامل. فبالتالي بيطرح هذا علامات استفهام، علما ان الكل مخطئ، لأن الوحيد الذي يفترض أن يطرح الآن على الطاولة هو البحث عن آلية لا ندفع فيها دم لتغيير هذا النظام بشكل كامل، والسعي نحو دولة مدنية هي بتحمي بمدنيتها. المشكل مش بالطوائف، المشكل أنه البعض عم يستخدم هذه الطوائف لحماية مصلحته الشخصية. نحن بدنا دولة مدنية تحفظ لأبناء هذه الطوائف حق بالعيش الكريم، ما بتخلي انفجار مثل انفجار المرفأ. لو في عنا نحن، كنت عم بحكي مع احد الاصدقاء من برا البلد اللي جي انا عم نحكي عن الوضع اللبناني، قال لي ما تعمل مقاربه بين عنا وعندكم، لانه اذا انا هلا قاعد بالمسبح وانت منك بالمسبح ما فيك تقارن بيني وبينك. انت عم تسالني عنا في دوله، عندكم ما في دوله، هو عباره عن ديكور لمجموعة طوائف، جبنا زعماء الحرب حكمناهم وصلنا لهون. أنا اللي بدي أقوله شغلي، ويفترض الناس أن تقتنع، مش إذا حدا طرى عليه استفهام يعني هو متآمر، أو مش إذا حدا فتح نقاش هذا يعني أنه والله هو عم بيحاول يضيع الحقيقة، ومش إذا حدا وجه سؤال للقاضي بطار يعني عم بيشكك بالقاضي بطار، ومش إذا حدا طالب بكشف نتائج التحقيق يعني في محاولة للتعمية. للأسف بهذا البلد وصلنا إلى محل بطلنا بدنا نسمع بعض. يعني اللي قدمه السيد نصر الله من أسئلة كتير مشروع، وهو يحق له أن يطرح باسم 400,000 صوت حاصين عليهم بالانتخابات النيابية. واحد، اثنين، بصفته أحد اللي عم يوجه الأمين عام لحزم عم توجه له الاتهامات. طيب أنه نحن نسقط عن الناس حقها بالدفاع عن نفسها، هذا يصبح في شيء استحالة، في شيء مش منطقي، أنه بدي لبسك التهمة وبدك تلبسها
لك ومين اللي عم بيلبس التهمة؟ حدا قتل له رئيسين وزراء ثلاثة، قتل له زعيمين ثلاثة، فجر له كنيستين ثلاثة، انفجر له ضابطين ثلاثة، قتل له 10-12 ألف، دافن مواد سامة، انه بده يتهمك بدك تيجي انت تقول له بأمرك. هذا البلد فكرة النقاش فيه صارت عند البعض مش مقبولة، وهيدي كارثة. مثل انه والله مثلا بموضوع اللي صار بعد اطلاق الصواريخ، انه يطلع البعض يعتبر هذا العمل بطولة استهداف هودي الشباب، وانه يعني مرجلة وتركيب. رجعنا لنفس النظرية، انه لا، اطلقوا الصواريخ من بين البيوت الى حدود انه احد المراسلين ابن الضيعة عم بيقول له اطلقوها من هونيك من بين الشجرة بعيد عن البيوت، هو عم بيقول له يعني برأيك في 200 متر خط نار، انه لا بدك تقول غصبا عنك انه اطلقت من بين البيوت. طيب وبدي اتناسى انا، مين اللي حررها لشوية دخلك؟ مش هذه المقاومة؟ ومين رفع عنا الظلم الإسرائيلي؟ مش هذه المقاومة؟ طيب هودي كمان هن بيقولوا أنه المقاومة ليس فقط عناصرها شيعية بحت، ولكن أيضا الدروز جنوب ساهموا بهذه المقاومة، وسنة جنوب ومسيحيي جنوب كله عم بيساهم بهذه المقاومة. ولكن يعني أنا عم جرب أكون الرأي الآخر أو الصوت الآخر. اليوم بمجرد دخول هذه البيك أب اللي كان محمل هذه الصواريخ بين أحياء فيها سكن، ممكن ما حدا بيعرف شو ممكن تكون ردة فعل العدو الإسرائيلي في هذه اللحظة، ممكن يكون عم بيشكل خطر على هذه المنطقة اللي كانت داخلها. هل ما كان في طريق أخرى غير هيدي الطريق، طريق أكثر أمانا وعدم ما بتعرض السكان للخطر؟ أولا يعني موضوع الطريق او التكتيك هذا عمل عسكري ما فينا نجاوب عليه، المعنيين بيعرفوا. بس بموضوع انه والله بتعرض السكان للخطر، طيب الغارات التي شنها الاسرائيلي ما كانت ان تشكل خطرا على الناس لو في لو اصابت بنايه او مجمع سكني او سائب مجموعه اشخاص؟ طيب الغاره كانت على منطقه مفتوحه ما فيها سكان، مين اللي كان جازم انه ما فيها سكان؟ او مين اللي كان قايل انه ممكن هالصاروخ ما يجنح؟ ما امبارح لما الاسرائيليين، طيب سؤال امبارح لما الاسرائيليين اطلقوا صواريخ على سوريا، واحد من الصواريخ اللي كانت يمكن رد على هذه الصواريخ سقط باحدى البلدات بقضاء جبال، بعتقد جبال. طيب هذا الشيء ما كان خطر على ممكن ان يؤدي الى استشهاد مدنيين؟ نعم. طيب هذه العربدة الإسرائيلية عبر استخدام أجواءنا لاستهداف سوريا أو للخرق المتكرر في كل يوم، ما بدها رادع؟ ما بدها رد؟ طيب يا أخي أنا بختصر لهم الطريق، روحوا للأمريكان الحريصين على الجيش ويلي يعني عاطفتهم على الجيش عاطفة جياشي، حرصهم على البلد والناس بهذا البلد، واقنعوهم يسمحوا للجيش اللبناني بالحصول على صواريخ مضادة للطائرات، تقبلوا هذا حل، جيبوا منظومة صواريخ للجيش، روحوا اقنعوا الأمريكان. طيب لا بترحم ولا بتخلي رحمة الله تنزل. وأنا رح لك إياها بشكل واضح، إذا ما حصلت حرب بين لبنان وإسرائيل هوية المناطق المستهدفة رح تكون واضحة، وحق الناس في هذه المناطق أن تؤيد مقاومة وتدفع إلى أن تشكل رادع أمام تجرؤ الإسرائيلي. بارح ضرب مناطق مفتوحة، مين اللي بيضمن أنه هذا الإسرائيلي اللي كل تاريخه مجازر ما يضرب مناطق مأهولة بالسكان؟ ضمانتنا وحيدة أنه المقاومة تعمل له رادع. لا بيانات الأمم المتحدة حمتنا، ولا نظريات الحياد حمتنا، ما هو ولا عواطف ودموع فؤاد السنيورة بال2006 ردعت الإسرائيلي. اللي عملنا قدام هذا الإسرائيلي رادع حقيقي، وخلانا أساسا يكون عندنا الجرأة أن تخرج راجمة صواريخ على طريق زفت، هو هذه المقاومة. بعدين
أنا الغريب في الموضوع عندي أنه الكثير من الذين هاجموا المقاومة البارحة هن نفسهم اللي كانوا عم بيهللوا لصواريخ غزة من شهر وشهرين وعم يعملوا فيها أعراس. اللهم إلا إذا كانت البطولة عندكم إلى هوية مذهبية أو طائفية أو إلى ارتباط بمن يقصف إسرائيل. على كل حال ما يجمعنا وغزة وكل وسوريا وكل هيدي الناس اللي إلى تاريخ بالعمل المقاوم أكبر من أنه مأجورين يشوهوه أو بعض الحسابات. هلا بتعرفي أنا مثلا شوف البعض عم يكتبوا هلا هني ما بيعرفوا أنه إذا قطعوا الإنترنت عندهم بيختفوا، هني حالي مجرد موجودة على الإنترنت بس موجودة عند الكل. لا لا إيه بس إيه خليني أكمل بس الفكرة. طيب أنت حبيبي ما أنا بعرفك من مين بتقبض وقديش بتقبض وليش عم تكتب هيك، وأنا بعرف البعض منهم يخالف قناعته بالداخل بس ولكن مضطر بده يعيش. بس إذا بدك تعيش مش بالضرورة أن تتحول إلى حاقد، لأنه لا مش موجودة عندي الكل. في ناس بسواعدها راحت قاتلت وبس يجد الجد بتروح بتقاتل، وفي ناس بلا انترنت لا فيها تحقد أساسا. أنتوا لولا المقاومة ما فيكن عملتوا سفهاء حتى ما أقول كلمة تانية. طيب اليوم بما أنك حكيت كمان عن موضوع الحياد اللي منعرف أنه هو غبطة البطرك اللي عم يدعي لهذا الموضوع، اليوم كان في موقف للبطريرك الراعي أيضا مستند فيه على الدستور اللي هو أخذ قرار السلم والحرب بمجلس الوزراء ومش لفريق سياسي واحد أنه هو يأخذ قرار. هل يسمح الدستور اللبناني لإسرائيل بأن تعربد في سمانة وتشن غارات علينا؟ لا إيه أو لا؟ لا أكيد لا. وهو على قال أنه أدان الخروقات الإسرائيلية على جنوب لبنان وانتهاك القرار. أدينا بعد عمل المقاومة. مشكلتنا مع هؤلاء أنه بيجوا بيردوا بعد ما المقاومة ترد، ما بيردوا بس الإسرائيلي يعمل الفاعل، بيردوا بعد ردة الفعل. هلا دخلك مبادرة الحياة شو عاد صار فيها؟ حدا رد عليها؟ حدا؟ لأن ما في توافق عليها. إيه خلص، فإذا ما نضيع وقتنا نروح على نقاط تانية. بس أستاذ علي نحن ببلد متروك هلا. مجتمع طيب. نحن بحاجة للمجتمع الدولي والمجتمع طيب الدولي الدول... مش عم ينظر طيب. فينا. طيب المجتمع الدولي ليش ما بيحط رادع على إسرائيل وبينظر إلنا من هذا المنظر؟ يا خي ما بدكم تعطونا دواء حقكم. ما بدكم تعطونا مصاري لأنه هيدي المنظومة حرمتكم تعطونا مصاري. أنا بفهمكم وبفهم أنه السعودية ما تعطي مصاري لأنه ضحكوا عليهم بال2009 يمكن دفعون شي 200 مليون دولار على انتخابات زحلة، بس على زحلة بفهم. وبفهم أنه كتير في قروض دخلت على البلد ب400-500 مليون دولار، بيقول مدير عام وزارة المالية أنه فاتت وخرجت بلا ما يكون في قيود إلها. أنا بفهم أنه يكون في هذا الجفا تجاه لبنان لأنه يعني شفونا يا منسرق يا منغطي سرائين. بس طيب أوكي خي فهمناكم، تدفعونا نحو تغيير وكل وقتنا عم نضيعه بانتظار الانتخابات وكل اللي عم يشغل لأجل الانتخابات. رح نحكي عن هذا الموضوع أيضا. بس يعني طيب بدكن لبنان أنه والله حزب الله ما يجروا على حرب. طيب انتوا اسقطوا الذريعه من يد حزب الله وقولوا لاسرائيل التي تطبعون معها ولامريكا التي تعملون عبيدا لديها ان تقول لاسرائيل بالتوقف عن اعتداءاتها على لبنان حتى ما تخلق لحزب الله ذريعه. يعني بسيطه، ما بتمونوا هون مونوا هونيك. طيب بس خايفين على البلد روحوا للي عم يرتكب الفعل. من الجهة الثانية بيقولوا أنه لولا هذه الغارات ما كان في شرعية لوجود هذه المقاومة بلبنان. يعني البعض بيصور هذا الموضوع أنه اثنيناتهم مستفيدين من وجودهم. في عشرات ألاف الشهداء، في تاريخ من العمل المقاومة، في ناس دفعت الدم، في جرحى حتى الساعة، يا فقد عيونها يا إيديها يا إجريها. في 2006 الضاحية والبقاع والجنوب دمروا، ما دمروا لأجل مثل هذه النظريات التي يطلقها مين؟ من يعملون لدى دول التطبيع. واضح أنا هون رح أحكي كلام كتير دقيق
أنا لست مع مقاربة حزب الله في الداخل، وأنا مع أن يقلب حزب الله الطاولة وأن يعيد النظر بالطريقة التي أدار فيها موقفه بعد 17 تشرين. في أوضح من هيك؟ لا بس يا حبيبي، وبدنا نفصلهم كمان مين أصلا. ما في مشكلة. تفضل. ولكن هذا الخطاب الكراهية ضد المقاومة واضح لشو ومين موله وشو الهدف من تمويله، ومحاولة تشويه صورة المقاومة شو الغايات منها. ما نحن عارفين اجوا عم بيبيعوا القضية الفلسطينية. العائق أمام بيع القضية الفلسطينية مين؟ أكيد مش الدول التي طبعت يلي بحياتها ما رمت حجر على العدو الإسرائيلي. العائق أمام المشروع اللي اسمه مشروع التطبيع هي قوى المقاومة، هي لبنان، هي سوريا، هي الفصائل الفلسطينية، هي بعض الفصائل العربية التي تؤيد عمل المقاومة. شو بنجي بنعمل؟ من شيطن حزب الله ومنشوه صورة حزب الله ومنعمل حملة منظمة طويلة عريضة على حزب الله، ومنقول لللبنانيين حزب الله جوعكم، حزب الله فقركم. أنا لا أعفي حزب الله من المسؤولية، بس يا حبيبي مش حزب الله اللي سرق لكم مصرياتكم ومن المصارف، وجمعية المصارف مش لحزب الله، ومش حزب الله اللي بيمون عليها، والوكالات الحصرية مش قانون سنه حزب الله، وتدمير القطاع الزراعي مش سياسة انتهجها حزب الله من 91، والمتعهدين الأساسيين في الدولة يلي معروفين بالأسماء، معروفين عند مين بيشتغلوا. كارتلات النفط وكارتلات الحديد وكارتلات الترابي معروفة لمين. يتحمل حزب الله جزء من المسؤولية. بس يا شباب، في ناس ورطت عشرات المليارات، وفي ناس بس تموت كمان رح تورط المليارات. روحوا اسألوهم من أين لهم هذه المليارات. انطلاعا من هون عم تحكي أنه أنت مع أنه حزب الله يقلب الطاولة بموضوع الداخل، يقلب الطاولة على من؟ على حلفاء ومين؟ الرئيس بري، التيار الوطني الحر، على أي أطراف بده يقلب الطاولة من حلفائه؟ من يأذي؟ مين عم يأذي حزب الله؟ حزب الله يفترض أن يكون لديه منهج واضح يقول فيه لحلفائه. ما بيقدر يلغيهم، لا بيقدر يقصيهم، ولا بيقدر يفوت هو وياهم بالصدام. وايضا البقيه مدعوين يا جماعه، ناس بلا اكل، ناس بلا شرب، ناس بلا دواء، نقله المي بالنبطيه صار ب 300,000 ليره، ناس بلا مازوت. هلا الناس بقى بالبقاع فوق او بالجبل بعتقد بتكون بلشت تفكر. تعرفي شو يعني تنكة المزوب 300,000؟ يعني الناس بالبقاع بالحد الأدنى بحاجة لأربع ملايين ونص شهريا للتدفئة. إذا ست أشهر بالسنة يعني 30 مليون. في ناس بتقبض كل السنة 18 مليون، بس مزوب بدها 30 مليون. ناس بلش تفكر بالموني، مين بعد بيقدر يعمل مكدوس وسعر الزيت؟ مين بعد بيقدر يفوت أولاده على المدرسة وجهة الأوتوكارات على بكرة نتيجة ارتفاع سعر البنزين؟ لذلك حزب الله وكل القوى السياسية دون استثناء أحد، إذا حدا قامعكم أنه والله لا الناس على بكرة، وإن شاء الله أكون أنا معي حق، أنا عميل هلأ إلى نظرية أنه لا الناس بدها تعبر عن غضب بأي فرصة تتاح إلها. بس ايه حزب الله بدي يقول لشركائه، وسعد الحريري بده يعرف، والكل بده يعرف، وليد جملاط وجبران باسيل وسمير جعجع، انه هذا المسار اخذهم على جورة كبيرة. لانه شو هي الظروف الحياتية والمعيشية اليوم مؤمنة للناس؟ لذلك نعم التوظيف العشوائي انتهى، والوسائط انتهت، والكارتلات لازم تنتهي، والتحاصص المذهبي والطائفي بالتوظيف والاشتراط أن الولاء هو المعبر للتوظيف بده ينتهي، والكهرباء بدها حل، واشتراكات الكهرباء بدها حل، والدواء بده حل. ناس جنب الطرقات يا جماعة، حتى ما نقول كلمة تانية. وبالتالي مين اللي قال أنه بيقدر أي أحد
يشتغل السياسي بظروف البلد الحالية؟ إذا ما قلبت الطاولة وأنا بقول على حزب الله، لا، لأنه هو الأقوى، هو الأقدر، هو كلمته مسموعة، هو اللي بينعمل له هيبة ساعة اللي بيضرب إيده على الطاولة. لذلك انا بقول له الناس لمين تلجأ؟ انطلاقا من هون استاذ علي، لان كمان بدي لحق بعد الملف الحكومي، انطلاقا من هون وبدنا نحكي عن موضوع تحقيقات المرفأ ووضعها امام المجلس الاعلى لمحاكمه الرؤساء والوزراء. اليوم عم بتقول انت حزب الله هو الاقوى، ولما يضرب ايده على الطاوله يعني بنفذ ما يفترض. هلا طبعا مع الانتباه انه تركيبه البلد الطائفيه والمذهبيه والتعقيدات تبع هذا النظام القائم بمحل ما بتوضع قيود، بس يجب التفكير عن آلية لكسر هذه القيود وكسر هذا الجمود اللي نحن فيه، وما نضيع وقتنا 10-12 شهر بارح بالتفكير كيف بدنا نشكل حكومة. بارح سماحة السيد انقلب على القاضي المحقق العدلي أبداً. القاضي بيطار، يعني نحن رايحين أمام محاكمة الرؤساء والوزراء ولا بدنا نضلنا أمام المجلس العدلي؟ شو رح يصير بهيدي الأيام المقبلة؟ بارح السيد نصر الله قال بشكل واضح أنا لا أدعو إلى تغيير القاضي بيطار، كانت الجملة نعم واضحة لا لبس فيها، ودعا إلى كشف نتائج التحقيق، لأنه بمنطق الأمور يعني نحن قد ايش صار له انفجار المرفأ؟ صار له سنة، معقول حتى الساعة دايما عم يدعي؟ بس القاضي بيطار ما عم يحقق هذا المطلب، ما عم يطلع يحكي عن التحقيق التقني اللي صار موجود عنده. بعدين يعني طيب القاضي بيطار إذا حريص على عدم كشف نتائج التحقيق، يا أخي أولياء الدم يستدعيهم ويقلهم حقيقة ما جمع من معلومات ولوين وصلت التحقيقات. أما ترك الموضوع لغز، ما فيك تتركه لغز. إذا بعد سنة منك قادر تعمل نتائج تحقيق بيكون في مشكلة بالإدارة لهذا التحقيق. صلنا نحن سنة وعم يتوشوش بالبلد أنه أسقطت الخيار الإسرائيلي وأنه اقتربت من فكرة الحسم، أنه الموضوع مرتبط بفساد وبسرقات وأنه الإهمال الوظيفي أدى إلى ما أدى إليه. طب أنت حسما للجدل وحسما للنقاش، إذا يا خي بدك تتهم الرئيس حسان دياب، اعمل معروف، عملنا إدبارة هالاتهام، فرجينا إياها لحتى نقول له للرئيس حسان دياب. طب أنتم مع اتهام رئيس الجمهورية متهم. وخصوصا أنه هو طلع قال أنه أنا كان عندي علم من 15 يوم قبل ما يصير الانفجار، وهو قائد قوات مسلحة وهو رئيس البلاد وهو قائد جيش سابق وبيعرف مدى خطورة النترات، أنتم موقفكم شو من هذا الموضوع؟ كل من كان لديه، انا عم بعبر هون عن موقف. نعم اكيد الشخصي. اكيد انا اللي بدي اقوله شغلي، المسؤوليه بانفجار المرفأ لا يمكن ان يعني تسقط لا امام رئيس جمهوريه ولا رئيس حكومه ولا وزير ولا نائب ولا رئيس جهاز امني ولا اي حدا. نعم. بس كمان ما فيها تكون عشوائيه. طيب إذا فخامة الرئيس أعطى أمراً بمعالجة الموضوع بيكون المسؤولية مين؟ مش مسؤولية اللي أعطيه الأمر؟ بس هو طيب عنده صلاحية أكبر من صلاحية عقد مجلس للدفاع الأعلى لأخذ القرار فوراً؟ يعني كان في أكتر أعلى من هذا القرار اللي ممكن ياخده وما عمله؟ يعني هيدا اللي قالوا انه بعت لمستشاره وبعت للوزارات المعنيه. طب شو بيقدروا يعملوا الوزارات المعنيه؟ بنعرف انه ما عندها صلاحيه بمرفق بيروت، حتى لو قالوا له نشيلوا هذه النترات من المرفق ما بيقدروا يشيلوها، ممكن ما طيب هناك حسم لدى كسر ان المسؤول الاول المعني بالموضوع هو الجيش بالمرفق. نعم صح. طيب هون السؤال، ليش تشتيت المسؤوليات؟ طيب في حكي واضح، أنا هون طبعا لا أحمل الجيش المسؤولية، بس في وجهة نظر تانية بتقول بالبلد أنه خي رئيس الجمهورية وظيفته أن يعطي أمرا، وأنه الوزير المعني وظيفته أن يعطي أمرا، بس ولكن المعني المباشر واللي بيعرف خطورة الموضوع، يعني ما بتقدر المؤسسة العسكرية أن تسقط عن نفسها نظرية أنه هن الأعلم بخطورة هذه المتفجرات، ويقال أنها طلبت بيع هذه المواد لإحدى الشركات، وأنه هذه الشركة قالت بشكل واضح وصريح أنه نحن مش بحاجة إلى هذا النوع من الأسمدة وبهذه الكميات الكبيرة.
طيب هون بيجي حدا بيقول لك كان يفترض على الجيش ان يستكمل البحث بآلية لابعاد هذه المتفجرات او تلفه بكل تلفة. بساطه هون اللي بدي اقوله شغلي، قد يكون رئيس جمهوريه مذنبا، وقد يكون رئيس الحكومه مذنبا، وقد تكون كل هيدي الناس اللي عم ينحكى فيها مذنبه، بس هذا بيحقق شيء وحيد وبيثبته بعقل الناس وبيسقط نظريه التشكيك فيه، هو الخروج بنتائج التحقيق للقول انه بشكل واضح وصريح ان الرئيس ميشيل عون بتاريخ كذا كذا ابلغ كذا بلغ مستشاره كذا. اما انه نضلنا نحن بخبريه انه التحقيق سري سري سري، ليش سري لما فجر المرفأ ما انفجر بالسر؟ هي مش قضيه تهريب يفترض ان يحافظ على سريتها حرصا على عدم هروب المتهمين فيها او كشف العمليه. الموضوع موضوع انفجار حصل معروف. هلا طبعا النقاش الرئيسي يفترض ان يكون بالاساس مين اللي جاب النترات الى المرفأ، وهل هي صدفه انه خربت الباخره ووصلت الى المرفأ او هي مش صدفه؟ هذا نقاش لا يعالج لا بحلقات تلفزيونيه ولا يعالج باجتهادات سياسيه ولا بيعالج بتغريدات تافهه لبعض السياسيين ولا بخطاب شعبوي ولا باستثمار بالدم، يعالج بتحقيق جدي. بالتحقيق ما في على افتراض، والا نوصل لنفس النتيجه اللي وصلنا لها بجريمه اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، طلع واحد عامل كل القصة. بس اللافت أستاذ علي، يعني رغم الاختلاف الاستراتيجي بين حزب الله وبين تيار المستقبل، يعني اليوم عم تلتقوا مع الرئيس سعد الحريري بموضوع القراءة لموضوع التحقيقات والمطالبات، مين جاب النترات، مين اللي خلاهم، كيف أنا اللي بدي أقوله شغلي، هلأ الأسئلة صارت مشتركة بين الجميع، هلأ في ناس عم بيزاودوا في ناس ما عم بيزاودوا، وأيضا من حق الرئيس الحريري أن يبدي وجهة نظره بما أنه في اتهامات موجهة، ناس عم توجه الاتهام له، مثلا أنا سألت ليش استدعاء رئيس الحكومة الحالي مش استدعاء رئيس الحكومة السابق، وفي موظفين مثل حسن قريطم وغيره موقوفين بهذا الملف وهني محسوبين بالسياسة على الرئيس الحريري. لا أحد يستطيع، يعني اليوم رياض سلامة بلا زغرة ما كان ينقبل يروح على التحقيق إلا بمحامي. طيب مش من حقه علما انه التهم ثابته واضحه وضوح الشمس. طيب الرئيس الحريري من حقه انه يقدم دفاع عن نفسه، ما حدا بيقدر يسقط عن شخص الحق بالدفاع عن نفسه، هو عم بيقدم وجهه نظره، هيدي وجهات النظر تبقى وجهات نظر بالسياسي، كنا عم نحلل بالسياسي، قد نكون مخطئين وقد نكون صائبين. لا بس هن بيلتقوا حتى على انه نحسم الموضوع كله. انا ضد ابقاء الحصانات، انا ضده على المستوى الشخصي. ما هن عم بيقولوا ضد ابقاء أنا الحصانات حتى أحسم، بس هي الجدليه مين بينظر بهذا الملف؟ أنا حتى يعني أحسم هو المجلس العدلي او المجلس الاعلى؟ هذا الموضوع وهن عم يلتقوا بموضوع المجلس إظهار الاعلى، اظهار نتائج التحقيق، لما بتظهر نتائج التحقيق وفيها معلومات ثابته غير قابله للتاويل يصبح أي شخص لديه الخجل من الدفاع عن مرتكب. أما إبقاء نتائج التحقيق سرية وتقسيط الاستدعاءات، طيب أنا بدي أسألك سؤال، لو أن القاضي بيطار استدعى كل وزراء الأشغال، كل وزراء العدل، كل قادة الجيش، كل مدراء المخابرات، كل رؤساء الحكومات السابقين، كل رؤساء الجمهورية، وطبعا رئيس الجمهورية كان موقفه جدا شجاع، تتفقي معه بالسياسي ما بتتفقي معه بالسياسي هذا نقاش آخر، لما قال أنا مستعد لأن يأتي القاضي ويستمع إلي. بس بيقدر طيب. القاضي يدعي كان القاضي عليه كما يدعي على الباقي. لحظة بيقدر يدعي القاضي حتى لو طلع استمع إليه. طب إذا دستورنا هيك شو بنعمل؟ إذا دستورنا عملنا نظام محاكمة الرؤساء والوزراء يعني أمام محكمة خاصة، طيب ليش القضاة ما انفتح؟ أنا برأيي المسؤول الأساسي هو القضاء اللي عمل قرار بالحجز ومش عارف خطورة هذه المواد، والقضاء اللي خوطب مرة واثنين وثلاثة ونقال له في متفجرات شديدة الانفجار شو بنعمل فيها وما أصدر قرار بتلفة أو بإبعادها وتابع هذا الموضوع. بس أنا ما بلوم، لشو اني فاضيين
شو نحن بالقضاء السويدي ولا بالقضاء السويسري ولا وزرائنا وزراء بالدنمارك؟ نحن بلبنان، نحن بمزرعة، نحن بما هو أقل من مزرعة. شغلي بلد للأسف هذه للأسف. المزرعة ما عم تقدر تألف حكومة لنفوت بالملف الحكومي. اليوم يبدو واضح أنه رايحين باتجاه اعتذار الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، هي مسألة أيام، أسبوع، 10 أيام، مثل ما عم بيتم تسريب هذا الجو من محيطين فيه. نحن لوين رايحين بهذا الملف؟ ومين المعرقل عم يثبت يوم مع يوم مين المعرقل؟ عنوان المرحلة الحالية لا تأليف ولا اعتذار، وبالتالي ما في تأليف قريب وما في اعتذار قريب جدا مثل ما عم يصور انه مسألة ايام. بعتقد انه لا، وانا برأيي انه واضح انه نحن بعدنا عم ندور بنفس الحلقة اللي كان عم يدور فيها الرئيس الحريري، يلي هي عناوين مرتبطة بطريقة تحاصص الطوائف ومن يسمي الوزراء. ان شاء الله ما يطلع الوزراء على طريقه رؤول نعمه اللي عم نتقاتل مين بده يسميهم يعني، واخر شيء نقول يا ريتني ما سميتهم، او يطلعوا على طريقه كثير من اللي وزراء اللي اجوا وراحوا ما حدا حس فيهم. وبعدنا علقانين عندي عقده ان رئيس الوزراء يتعهد او تعهد او التزم، ما بعرف شو بدنا نسميها، لرؤساء الحكومات السابقين أن وزارة الداخلية ستكون من حصة السنة، في الوقت الذي يصر فيه رئيس الجمهورية أن وزارة الداخلية من حصة المسيحيين. أنا اللي بدي أقوله أنه أنا وجاي على الطريق هيك أجريت اتصالات بالمعنيين واللي بيقاربوا ملف التكليف التشكيل من الداخل، واكتشفت أنه هني ملين وهني وصيل لقناعة أنه ما في شيء. هلأ الرئيس ميقاتي أخذ قرار بشكل واضح وصريح نتيجة الخطأ اللي ارتكبه يوم اللي خرج من بعبدة وقال انه واللي بده يفهم خلي يفهم، دفعنا ثمن الدولار من 19 لل 21500 كان ثابت على 19. يبدو حدا قال له انه دولة الرئيس منك مضطر انت تبص هذا الجو السلبي اللي بيدفع ثمنه الناس، فهو اتخذ قرار بان يكون حريص في كل مرة ان يكون ايجابيا ويحاول بس أجواء تفاؤلية. بس بالعمق لا تفاؤل ولا تشاؤل ولا هيدي الاختراعات اللبنانية اللي بنلعب فيها على اللغة والبدع. ما في حكومة من هلأ لآخر العهد برأيك؟ هلأ أنا رأيي أنه إذا ما كان الرئيس ميقاتي هو من يشكل الحكومة، مع اعتقادي أنه آخر شيء رح يشكل هيك أنا بقرأ على شروط الرئيس عون، مش على شروط الرئيس عون، على شروط التسوية الخارجية أو التفاهم الخارجي. بس يجي التفاهم الخارجي ما بيعود حدا عنده شروط. طيب هون سؤال، بس أنا هون بدي أقول شغلي، إذا ما شكل الرئيس ميقاتي الحكومة، الخيار البديل المطروح سيكون حكومة انتخابات، وبالتالي أنا أعتقد عندها أن العهد يخسر، لأن سيختم عهده بحكومة مهمتها فقط انتخابات، لا وقف انهيار ولا إصلاح. لذلك أنا لو محل الرئيس عون والوزير جبران باسيل بسهل، لعل وعسى تقدر هيدي الحكومة بالحد الأدنى تحصل كما وعد الرئيس ميقاتي على 2-3 مليارات دولار، تبدأ نقاش مع صندوق النقد الدولي، تخفض من سعر صرف الدولار، تعيد هيك شوية أمل للبنانيين. لأنه بعد الرئيس ميقاتي أول شيء ما في حكومة 8 أدار، وما في حكومة مستقلين على طريقة حكومة حسان دياب، وبالتالي نحن ملزمين أنه نمشي بخيار رؤساء الحكومة السابقين. بلكن سبوا فؤاد السنيورة مثلا وضيعوا لك 2 شهر إضافية من العهد. المطروح المقبول الوحيد هو تمام سلام، وتمام سلام ما بده، ما بده لأنه بيعرف أنه السعودية لا ما مش بدها. هيك هو بيقول غير هيك، هو بيقول لأنه مجرب تعامل الوزير جبران باسيل بحكومته وما بده يفوت والله بحكومة. أنا اللي سمعته من التيار الوطن الحر أنهم يقبلون بالرئيس تمام سلام ويسموه ويتشاركون معه. هلأ هذا نقاش
برأيي تضييع وقت. أساسا هو كل هذا النقاش اللي جاري من البلد من 17 تشرين لليوم هو تضييع للوقت ونتائجه للأسف ما شفنا. البعض يعني شو اللي تحسن من 17 تشرين لحلا؟ ولا شيء. كلياتنا عايشين هاجس الخوف من بكرة. نظام الطائف هو النظام الكارثي لأولد هذه المنظومة الكارثية اللي تحكمت فينا وصلتنا لهون. الحل بتجمع القوى العلمانية كلها والتحضير جيدا للانتخابات والمجيء بتغيير ولو بشراكة بسيطة وطرح فكرة تغيير هذا النظام. احترقت أحراجنا لأنه ممنوع توظيف درجة خامسة لأنه القسم المذهبية تبع التوظيف والطائفية ما بتسمح، صح ولا لا؟ طيب هون كمان بموضوع الحكومة وبموضوع العقدة اللي بالوزارات السيادية، البعض يصور أنه العقدة هي شيعية، مجرد تمسك الطائفة الشيعية بوزارة المال صار الرئيس عون متمسك بالمداورة من ضمن المال، بينما الرئيس مئاتي ما بده يفتح بيقول وكرة بابير على حاله وينتزع هذه الوزارة من الطائفة الشيعية وهيدي العقدة. هلا الرئيس مئاتي بيعرف أن الطائفة الشيعية بموضوع وزارة المالية لا يمكن أن تفاوض. أنا على المستوى الشخصي حصتي بوزارة المالية كشيعي متنازل عنها. متنازل عنها. يعني ما رح يجيني خبز إذا عمل وزير المالية شيعي ولا أهل الهرمل ولا أهل بعلبك ولا أهل اللبوي ولا أهل بريتيل ولا أهل النبيشيت ولا أولاد الجنوب. لسيما أن المقترح يشبه إلى حد ما رياض سلامي. وسياسات الهندسات المالية تبع رياض سلامي. المهم هذا حزب الله أبدان فيه ما بتعرفي من قال أن حزب الله يوافق. هلأ ما بعرف إذا وزير المالية الموضوع محطوط عندية الرئيس بري، بس بعتقد أن حزب الله كان سيمانع توزير الأسماء المقترحة من حصته على أساس شيعيا بلائحة الرئيس الحريري. بس وزارة المال معروفة وزارة المالية نعم وزارة المال معروفة من حصة الرئيس بري. صح صح. وعادة حزب الله لا يفاوض بموضوع الرئيس الحريري بيقول لحظة الرئيس الحريري حتى أنا أعفي الرئيس بري من المسؤولية. الرئيس الحريري بيقول ما شاور حدا، وبالتالي لا بتمنى يشاور ويجيب لنا حدا غير يوسف الخليل. نحن هي انتاجات رياض سلامي انتاجات سيئة جدا. بس بموضوع المالية كمان قال الرئيس الحريري انه اخذ مثل ما اخذ لائحة من الرئيس عون باسماء مقترحة منه اخذ لائحة اسماء بموضوع المالية وهو اختار ينقي غير. خيب انا على المستوى الشخصي ما اسمعه. يعني مش متفقين انه الهندسات المالية جزء من خراب هذا البلد، صح او لا؟ طيب يقال انه هو اللي هندسة هيدي الهندسات. والبعض من اللي عم بيهجموه هلا لما كانت الهندسه الماليه فايدتهم كان بطل قوم. انا بدي اقول شغله، بعدهم الرئيسين هون ومئاتي بعد ما فاتوا بموضوع الاسماء وبعد العقد هون بعدهم. على فكره قالوا لك شيء بالموضوع الحكومي، ما في شيء ولا شيء، وكل اللي انحكى كذب وما في تفاهم على الحد الأدنى. وبالمناسبة في اجتماع حصل بين الرئيسين عون ومئاتي وما أعلن عنه بالإعلام وبعد ما حدا كشفه. يعني إذا عم تعدوا له خمس لقاءات صاروا لا هن ستة. في لقاء دام ساعتين بفترة الاستراحة يوم اللي الرئيس مئاتي قال بطلع جمعة على سبت أحد. لا في حصل لقاء كما قيل لي عبر هيك ناس ببعبدة، حصل لقاء وما وصلنا لمحل. ما في شيء بالموضوع الحكومي. الرئيس ميقاتي لا يتنازل عن وزارة الداخلية، عم يهرب بفكرة الوقف المداورة لحتى يحافظ على الداخلية للسنة والمالية للشيعة. رئيس الجمهورية منو قبلان بهذا الموضوع، يا المالية يا الداخلية، بيعتبر بده وزارة وازنة. وأنا برأيي بآخر العهد مش مستعدين يتنازلوا ويجوا شكليا بحكومة، لأنه أساسا طرح أنه والله الداخلية والعدل على طريقة الرئيس الحريري عندية السنة والمالية للشيعة، لو أنا رئيس جمهورية ما بمضيها وفق هذا النظام. لا هو قال أنه الداخلية والعدل ما بيكونوا مع فريق طائفي واحد. أولا الداخلية والعدل في خلاف عليهم، واحد. المداورة في خلاف عليها، اثنين. لما قالوا هات لنبعد الداخلية والعدل ونحكي ببقية الوزارات وبعدين بنرجع للداخلية والعدل، لسه ما بلشوا يحكوا ببقية الوزارات، اختلفوا.
وبالتالي الخلاف على كل شيء، الخلاف على من يسمي الوزيران، والخلاف على من يسمي الوزراء المسيحيين، والخلاف على اسم. إذا عبكرة مش الحال رح نختلف مين وزير الداخلية ومين وزير المالية، وفيتو من هون وفيتو من هون، وبالتالي بسؤال أخير لأن خلص وقتنا. نعم. في انتخابات ولا ما في انتخابات؟ أنا باعتقادي أن أن كل ما يجري في البلد هو تهيئة للانتخابات. بس بدي أنصح اللي عم بيمولوا جمعيات ومنظمات وشخصيات، يا شباب والله عم يسرقوا المصريات، شاطرين ما بيدفعوهن. كل ما يجري هو استعداد للانتخابات وفقط الانتخابات. عم نضيع وقتنا للانتخابات. مطلوب خلق أكثرية جديدة بالبلد. هلأ إذا أكثرية، لا بس البعض يعني بيقول ما في انتخابات. لا لا في انتخابات. المجتمع الدولي بده يعملنا انتخابات. بال2005 طرح بعد اغتيال الرئيس الحريري تأجيل الانتخابات. بال2013 خلونا نأجل الانتخابات لأنه الشبيبة كانوا مرهنين على سقوط النظام بسوريا. لذلك انه بنعمل انتخابات بعد ما يكون سقط النظام وحوصر حزب الله وكسر حزب الله، مشان هيك اجلوا لنا انتخابات 2013. هلا بده يعملوا لنا انتخابات لهدف بلكن بنخلق اكثريه بديله عن حزب الله. بس انا بدي اقول للناس اللي بترشحهم المنظومه في جزء كبير منهم اوادم، واللي بترشحهم بكره هيدي المجموعات اللي عم تقدم بدائل وحياة تكون أسوأ من اللي بالمنظومة. فتشوا عن أوادم. على أمل مطلوب تغيير بالبلد، على أمل تحسين أمور البلد، وإن شاء الله بحلقات أخرى تكون كمان الأمور إيجابية أكثر. أستاذ علي حجازي أنا بشكرك على هذه تلبية دعوتنا لهذه الحلقة من هنا بيروت، والشكر موصول لكم مشاهدين على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء.